السلام عليكم، اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525 في ابو ظبي والعين. اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. بسبب طبعا سنه 2021 ان شاء الله تكون بخير علينا كلنا ان شاء الله. اليوم احنا هنتكلم عن سيارتنا الاخيره من الماليبو 2 لتر 2000 سي سي توربو 250 حصان. يلا بينا نشوفها من الداخل. زي ما احنا شايفين الماليبو 2020 هي فيس ليفت، نازل بدايتها من 2019. السيارة اللي قدامنا هي اخر سيارة عندنا من اللون الابيض عند فرعنا في ابو ظبي بن حمودة للسيارات. طبعا زي ما احنا شايفين الكروم على الشبك، الاضاءة بتاعتها LED مع هالوجين، رنجاتها بتكون 18، تشغيل عن بعد، نقاط عمياء على المرايات، اشارات على المرايات، دخول ذكي على الابواب، استهلاك البترول. المميز في السيارة دي طبعا موضوع الكشافات الضوئية الخلفية، هي 3D و LED طبعا كامل، مع دول اكزوست الخلفي عشان السيارة توربو 250 حصان. سيارة ما شاء الله فيها قوة وعزم ما شاء الله حلوين. 6 غارات 2 لتر 4 سلندر. عندنا هنا طبعا التخشيب داخل الذاكرة، الكرسي السائق الوضعين، السماعات البوز، إضاءة ذاتية اوتوماتيك، فوج لامبس أمامي وخلفي، سيتات متحركة طبعا للسائق والراكب، لون واحد اللي هو الهيليس، ستيرنج بتحكم كامل للميديا وللتليفون والأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. السيارة فيها خريطة طبعا من جوجل مابس، فتحة بانوراما، عداد ديجيتال، تخشيب عند الجير، الهاند بريك الكتريك، شاشه 8 انش بالبلت ان نافيجيشن مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وفي تسخين في الكراسي الاماميه. نشوف من الخلف ما شاء الله مساحه عظيمه. عندنا طبعا وصلات USB للركاب الخلفيين 2، وفي مخرج كهرباء للشواحن والاجهزه الكهربائيه اللي ممكن تستخدمها في السياره. نشوف الباب لو مفتوحه، كده هيبين لنا حجم الدبه ما شاء الله من اكبر المساحات الخلفيه في سيارات الصالون المتوفره في السوق حاليا. هي سيارة فعليا من اكبرهم حجما، يعني تناسب عيلة. زي ما انتم شايفين السيارة حجمها مش صغير، سيارة طويلة، وده بيساعد طبعا في الكابينة للركاب الخلفيين بالذات، والامامي طبعا يكون قاعد براحته مع تحريك السيت لأوضاع مختلفة زي السائق بالظبط. طيب السعر هيكون طبعا مفاجأة لان احنا عندنا كليرنس عليها الموديل 2020. اللي حابب يعرف السعر يتواصل معانا مع مهند 050-516-3525 من أبو ظبي من حمودة للسيارات. أهلا بكم.